السنه اهميه الشجره وفوائد للبنيان عامه للبيئه خاصه. الاشجار هي من اجمل انواع النباتات واهمها بسبب فوائد العديده. هي ثروه لازم نتمسك فيها ونحافظ عليها. تعطي الانسان الراحه والهدوء وبترجع له الحيويه وبتبعد عنه الضغط والتوتر. تعطينا الظل بوقت الحر في احلى من الفيل من بعد حراره الشمس. تعطينا الهواء النائم للكبار والغني بالاكسجين. شجرة هي بيت الحيوانات، بدونها ما في سناجب ولا عصافير. تتحكم الاشجار بسرعة الرياح وبتخفف. تعطينا الثمار والمواد الغذائية اللي بتقوي صحتنا وبتحافظ عليها. بتجمل الطبيعة وبتخلي لبنان يحافظ على أبو لبنان الأخضر. زراعة الأشجار بتقلل من درجات الحرارة وبتزيد من نسبة الأمطار. تمتص تاني أكسيد الكربون وتعطينا بدل منه أكسجين. باسم العتني وباسم الشخصي بدي اشكر رئيس البلديه مسيو بوغوسيان بشخص ممثله مسيو سيمونيان على تشجيعه لنا ومساهمته بانجاح مشروعنا وعلى كل مساعده ممكن يقدم لنا اياها مع العمال والموظفين يلي بنقدم لهم تحيه وبنشكرهم. ونحن بدنا نقدم لك درع صغير عربون تقدير لانه استقبلتونا واهتميتوا فينا. ميرسي بوكو. أنا بدي رحب فيكم باسم رئيس البلدية أستاذ مارديك بوغوسيان، ومنتشكر مدرسة أتيني دي بيروت على المبادرة، وياريت غير مدارس كمان بيمتصلوا فيكم مثل كونوا بيعملوا هيك مبادرات ومشجع كتير. مرسي، تفضل هيدي لألك كمان. مرسي. حبيتوا كيف زرعتوا شجر اليوم؟